شاهد بالفيديو معلومات حصرية حول انشقاقات والفوضى التي سادت اجتماعات مرتزقة البوليزاريو حول مصير بن بطوش ودعم النظام الجزائر لهذه الدمية في يد الجنرالات. جماعة من مرتزقة البوليزاريو تحت اسم التحالف تطالب بإزاحة أبراهيم غالي الذي فشلا ذريعا في الوقت الذي دعم فيه كل العالم مغربية الصحراء. بأمر من الجزائر دعت البوليزاريو لإخراج بيان على أنه لا يوجد أي انشقاق أو تصدع داخلي بالبوليزاريو. بعد ساعات قليلة من هذا البيان خرجت هذه الجماعة المنشقة لتخرج ببيان تؤكد فيه طلبها إزاحة بن بطوش من السلطة، وإلا ستتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. مرتزقة داخل مرتزقة سيهلكون بعضهم البعض بالخردة التي تعطيها لهم الجزائر. هذا هو النظام الجزائري الذي يلعب دور الشيطان في هذه المنطقة ويزيد من التوترات.